العلاقات اللي تبدأ على باطل ومبنية على غضب الرحمن بدون ما أنت تشعر، لأن الهوى أخذك، أو الهوى يعني الحب يعني والهيام، لا إلا أباها إلا أزن، هاي ما تنفع تأخذها مرتبطة، ما يستوي. اللي يبدأ على غضب الله سبحانه وتعالى يبقى يبني أسرة، لا يبيع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع أحدكم على بيعة أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. ما يستوي أنت مثلا تحط عينك على وحدة وأنت تشوفين ريال وتبينه خلاص وتنفصلين عن ريالك، وأنت نفس الشيء تنفصل عنها عشان هاي الزوجة، وأنت مثلا عشان هذا الزوج الحبيب. وسبحان الله اللي يبني العلاقات اللي تبدأ على خراب البيوت ترى ما تنتهي، انت تتوقعون تنتهي بانها الله يجمعكم، وحتى لو انجمعتوا النهاية مثل البداية، غضب وغضب، لان الدنيا دوارة. واللي نظم الزوج الزينة او الزوجة الزينة اللي شو ذنبهم، والله انت هو يعني شفتوا بعض، ان عجبتوا ببعض، ما يستوي. لازم الانسان يفكر، لازم الانسان يتقي الله. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول كل ما اشتهيت اشتريته، لا لا مبتي ما اقدر، انا والله شفت شيء ابغى شيء، في حدود، في شيء لك في شيء عليك. والله يحفظكم، دائما ذكر رب العالمين، دائما الحمد لله.